المتصدر والمتزيل، ولكن دعونا نبدأ الحكاية وأول مفردات هذا اللقاء وضربة البداية وقصة هذا المساء. الأهلي والنصر يستطع سوى تحقيق تعادل وحيد منذ أربع لقاءات، وهو يدخل هذا اللقاء قادما من اللي بيلعب النهاردة لقاء رقم 17. ثلاث لقاءات جمعت ما بين تهرب من الكرة من أجاييه، مرة تانية تمريرات ومحاولات، وكرة من مؤمن عاطف، ولكن لسه التمريرات تانية لأجاييه. هيقدم لنا النهاردة ايه؟ بيغيب عبد الله السعيد اللي أراحه الكابتن حسام البدري واداله اجازة، عايز يربط مع القط. ادي مرة تانية محمد رفاعي عايز يرقص، ولكن سعد سمير واقف على حدود المنطقة ومفتح تماما، وعلى طول يعمل ابعاد تمرير اواره مع النادي الاهلي. جونيور حسين الحسيني، سعد سمير، كرة للامام، احمد لعيب صغير، سعد سمير تمريرة للامام، امام للسيد عيد والفريق النصر الذي الدوري الممتاز. مرة تانية عمار، اخترق عمار، لكن العمق النادي الاهلي قفله. اصوات مشجعي النادي الاهلي اللي بيساند ويحفز لاعبي النادي الاهلي. 3-1 هنشوف النادي الاهلي بعد ما تقدم بثلاثية نظيفة النهاردة. محمد سمير تقدم، سعد حمودي لسعد سمير، مرة تانية حمودي يحفزهم يشجعهم. هي النهاردة البدري رغم التبديلات والتعديلات العديدة، لكن قلت لحضراتكم مكين سيطرة وسيادة، والكرة الأمامية على طول لمسة صدادة أولى ويأجل الانطلاقة والهجمة المرتدة. ودي كرة مرة تانية وتوغل، وابتدى فريق النصر يتواجد تاج الحربي والأسيوطي. أيضا لقاء تحسين المراكز، ثم لقاء وادي دجلة وطلائع الجيش.